الصادرات المصرية واحدة من أهم بنود استراتيجية الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030، واللي بتأكد على أهمية زيادة فاتورة مصر التصديرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مما يؤدي لانخفاض الطلب على العملات الأجنبية وانتهاء أزمة نقص الدولار في مصر. يا ترى إيه اللي عملته مصر عشان تزود فاتورتها التصديرية؟ وإيه أهم الحاجات اللي بنصدرها؟ ومين أبرز الدول اللي بنصدر ليها؟ وفاتورة مصر التصديرية وصلت لكام ومستهدف توصل لكام خلال الفترة اللي جاية؟ بانكير، نبض البنوك. الفترة الأخيرة الفاتورة الاستيرادية لمصر ارتفعت جدا ووصلت لأرقام كبيرة، ورئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكتر من مرة على ضرورة رفع نسبة الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار ودخول المستثمرين لمصر لإقامة المشروعات. في المقابل تخفيض فاتورة مصر الاستيرادية، خصوصا أن مصر بتستورد حاجات ترفيهية كتير جدا، ورفعت الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير في عز ما مصر بتمر بأزمة مالية. طب فاتورة التصدير بتاعتنا وصلت لكام السنة اللي فاتت؟ وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن عودة ارتفاع صادرات مصر السلعية غير البترولية سنة 2023 ل 35.631 مليار دولار، بزيادة 12% عن سنة 2021. وإن عجز الميزان التجاري المصري انخفض بنسبة 11 مليار و158 مليون دولار، وسجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال 2022. وزارة التجارة والصناعة قالت إن الواردات السلعية المصرية تراجعت في عام 2023 بنسبة 14% ووصلت ل 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022. طب ايه هي اسباب ارتفاع نسبة الصادرات المصرية؟ احمد سمير وزير الصناعة والتجارة قال ان المؤشرات الايجابية الملموسة في ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بيرجع لاستقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، والحفاظ على الاسواق التصديرية، وفتح اسواق جديدة، بالاضافة لارتفاع تنافسية المنتج المصري بالاسواق الخارجية. وزير الصناعة والتجارة قال كمان أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية ارتفعت بنسبة 7% ووصلت ل 2 مليار و247 مليون دولار، ووصلت الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية ل 13 مليار و411 مليون دولار، ودول الاتحاد الأوروبي وصلت قيمة الصادرات ل 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار، وصلت لباقي الأسواق بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار. إيه هي الدول اللي عليها طلب للمنتجات المصرية؟ وإيه هي أبرز المنتجات اللي بنصدرها للخارج؟ أما عن أعلى الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، فتركيا بتحتل المركز الأول كأكتر الدول استقبالاً للمنتجات المصرية بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، بعدها السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، بعدها الإمارات العربية بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار. وزير الصناعة والتجارة اختتم كلامه وقال ان مواد البناء اتصدرت قائمة الصادرات المصرية لعام 2023 بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، بعد كده المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، ثم الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، بعدها منتجات الطباعة والتغليف الورق والكتب بقيمة 891 مليون دولار، ثم الصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، المفروشات بقيمة 548 مليون دولار، الأساس بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.